واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شيخ معلش لو قلنا بعد اليوم ان شاء الله الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن حاله في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا وسهل أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، نبدأ هذه الكلمة بسؤال. هذا السؤال لا يحتاج إلى جواب، فقط سؤال. هذا السؤال افتراضي، نقول لو أن غير المسلمين، أحد من غير المسلمين جاءك وقال لك أنت مسلم، تقول له نعم أنا مسلم، يقول لك من هو نبيك؟ تقول له محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لك احكي لي عنه، احكي لي على هذا النبي صلى الله عليه وسلم، احكي لي عليه، اني حاب نحبه، اني حاب نعرفه، اني حاب فلان تحكي لي، عرب مسلم، نعم، بالانجليزيه، بالفرنسيه، كما تحب، فهمني انت، شحال انت مسلم؟ اجبد لي بطاقه التعريف، كارت ديدونتيتي تاعك، واختزلت، احكي لي على الاسلام، احكي لي على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال كل واحد فينا يسأله باش يشوف الجواب يقدر يجاوبه. نقدر نجاوب افتراضي، نقدر نقول لكم بالك 70% ماهوش متشائم، هذا واش نديرو؟ نحكو على الرسالة، عندنا الرسالة في راسنا، فين تاع الرسالة؟ تعاود تحكي له على فين تاع الرسالة. قلت له نبدا نحكي لك وبينا نحبوا احترام تيقول له احب وتكمل هكذا رساله. ولذلك نكونوا واقعيين، اين نكونوا واقعيين؟ نبداو نتكلموا على السيره. ما معنى السيره؟ السيره النبويه، ما معنى السيره النبويه؟ عرفت واش معنى السيره النبويه؟ وانا انحو في هذا الدرس المنحى النفسي، هذا مختص في الجانب النفسي، صافي الدرس نديروه بالجوانب النفسيه. تتفقوا معايا فقط. وش معناتها السيرة النبوية؟ معناتها السيرة النبوية معناتها القرآن والسنة، النبي صلى الله عليه وسلم وش كان يقول لنا، والآيات والأحاديث والقرآن وش هو؟ السيرة النبوية هي الجانب التطبيقي للقرآن والسنة. ولذلك عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. كان القرآن يمشي على الأرض. نعطي مثال، أنت الآن تصلي في المسجد ما شاء الله، شيخ وشرف لاباس ما شاء الله، ربي يبارك، الله ما شاء الله، شحال العقل هذا يا ما شاء الله، كيفاش أنت عامل في دارك مع لاباس الناس؟ قبيح أنت في دارك، أنت الله أنت المحل تقلب الطاولة. انت فرعون، انت في الدار كاع يخافوك، صح في المسجد يحبوك كاع الناس. السيرة النبوية معناتها أن النبي صلى الله عليه وسلم حياته الخاصة واليومية ودقائق الأمور خرجت لعندنا، فنعرف أدق شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنجح إنسان هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جسد الأقوال، قوة فعل. أنا نديركم طف، كيفاش أنا مع مرتي؟ على بالكمش انا مع على بالكمش على بالكمش انا كشعب مع الزوج، بصح نقدر نحكي على الحب والاحترام والحنان والرحمه والتسامح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوه لمن؟ قدوه للتجار. تاجر كبر الدراهم الخارجه ونجح في تجارته وكان يظهر عيب السلعه، يقول لهم لا هذه لا لو يشريوا عليه. زين، هو قدوه للاباء، قدوة للأزواج، قدوة للحكام، قدوة للسياسيين، قدوة للاجتماعيين، قدوة للمربين، قدوة في الأخلاق، قدوة في الجانب الروحاني، في الجانب الإيماني، في
في الجانب العملي في الجانب المادي، قدوة الناس عندهم ظروف قاسية، قدوة الناس يدخل لهم دراهم كبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش كاع الأحوال حتى يكون قدوة لنا. فمن خصائص السيرة النبوية، من خصائص السيرة النبوية أولا الوضوح، يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت واضحة لنا، حقيقتنا لنا واضحة. ولذلك يقول أحد المؤرخين في السيرة قال لك والله إنا لنعلم عدد شعرات البيضاء في لحية النبي صلى الله عليه وسلم وشاربه. شحال كانت عنده شعر؟ 14 سنة بارك الله فيك، 14 شعرة، 14 شعرة نعرفوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. على بالكم الأنبياء العلماء يذكرون أنه يعني الأنبياء ما كانوش يعرفون يعني وجههم، ما كانش عندنا دقائق التفاصيل. حتى أن ابن حزم قال لا يعرف قبر النبي بالضبط، ما نقدروش نعرفه، ما كان حتى نبي نعرف القبر ديالو بالضبط إلا محمد صلى الله عليه وسلم. دقائق الأمور، لحظات الأخيرة، كيفاش مات، واش كان يدير، يتنفس، هذا كل حاجة الآن ضحى بها النبي صلى الله عليه وسلم وفتح حياته لنا. حتى دقائق الأمور العائلية، الاغتسال من جنابة، العلاقة الحميمية مع زوجته، كيفاش كان يغتسل هو والزوجة ديالو، فتأخذ هي الإناء وبعد تقول هذا دعيني ويقول دعيني مع الزوجة ديالو. يعني هذه الأمور حنا نقولوش واش المرأة واش نعيطولها؟ واش نعيطولها؟ دار دار وسوسين حنايا، المرأة تعود أسمع، كان أقول أسمع وقتها أنا أين نعيطولها الدار؟ كاين اللي في التليفون تاعو يشفع النيميرو ديالها، عيطوا للتليفونات، كاين اللي نجمة كاين اللي كتبها اسم تاع راجل على فريد، هي فريده وكتبها فريد، ما نقدرش نعمل فريده، وبعد يتلاقاو باسم مرتي. اش ماناش فاهمين؟ ماناش فاهمين. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بخصائص هذه، شكون اللي حكى لنا؟ ازواجه كان معد، ما كانش عنده مرض، تسع نساء، بالفقر، بالتعب، بالحكم، بالضغوط النفسيه كاع اللي كان يعيشها، والجهاد واليهود، ما طلق ما ضرب ما عيط ما وين هذا؟ علاش؟ لماذا؟ حتى يكون قدوة لنا، حتى نقتدي به. ما نقدروش يا إخوان، ما نقدروش نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وحنا ما نعرفوش. ولذلك نعطوا مثال، الناس اللي تربيهم قانون باش نوعوا في الخطاب يكون قاعد يقول لك هذه تيواواطي، هذه سبراتي تاع تاع اسم تاع واد الرمان، هذا القادوس تاع تاع مروكي هذا المقليم، ويبدا يحكي ادق سبحان الله، يعرف تيواواطي وسبراتي وهذه، وبعد لحبه لهذا الامر. تجي ولا عند ما يعرفش الناس يطبي الحوت يقول لك البعض البعض يشاور كي يكبر يقول لي صغير، دقائق الامور يعرفها. الان الشباب تاعنا اليوم يتبعوا الرياضه، مؤخرا كنت نحكي مع وليدي، نحكي يحكي لي على واحد قال لي يعرف لي سولي، كي يقولوا له سولي يقول لهم تعمل، مره خلطوا له قالوا له هذا السولي، قال لهم لا لا، قال لي هذا يا مره احد اللاعبين ما نذكروش اسمه، احد اللاعبين يعني فرحان كي جاوب عليه ان شاء الله. أحد اللاعبين مرة هو تلقى به قال له اسألني أي أمر في حياتك نجاوبه لك، أي أمر دقيق في حياتك نجاوبه لك، زعما وين قريت مع من قريت، هل الضربة شكون، أنت مع من، يحكي. قال لك يعرف دقائق الأمور في حياتي لحبه لهذا الشخص. لذلك الأمر مبني على الحب. ولذلك علاش تربط الشرف بيننا وبين الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. دوك الشباب تاعنا هم اللي جانا تاعنا تلقاه شكون ماهوش فاهم يعني كيفاش نقتدي، زعما زعما المولود يا رحم المولود، كيفاش زعما حنا تربينا نحتفلوا بالمولود مثلا، زعما انا نشفى صغير هاك صغير كنت صغير حبست باش ما نزيدش نقدر تخدم حارق، ف
فيسعى واحد الصراع ما ماشي لي للحرف ما يحبش ربي ما يحبش ربي للحرف. نقول لكم واحد المنحة تربوي ديقلك انت على ربي علاش ربي تقولوا من حيث الفرحة. ولذلك لقى الناس دارت تصبروا بي تقليس بول النبي صلى الله عليه وسلم واحد الجانب تربوي شو هو كأنه تتحب وانا خاطيني هو اللي ما يحبش. لذلك في تفكيرنا كيف كان عندي موضوع مش هذا هو الموضوع لكن نحن نتكلم على هذا الموضوع. الموضوع كيف نقرب قدوة النبي صلى الله عليه وسلم لشبابنا. يعني لو كنا ندير احنا زعما شكون صورة نمطية اسمها في العلم النفس الصورة النمطية شو الحاجة تربطت في راسنا فرض في راسنا ندير واحد الصورة نمطية زعما الرسالة مثلا نبدو مثال الرسالة. الرسالة واش هي صار؟ الرسالة أبو لهب لحية كبيرة أبو جهل أبو لهب وبعث عمار بن ياسر عنده البوكلة بين بين غازي شكون يبدا يتنمط في راسك صورة نمطية معايا. فلما تبنى لك صورة نمطية بلي شكون ها هادو ما يخلعو وهادو ما يخلعوش التربية هاد الإنسان كيجي نايض. ولذلك الآن تفكيرنا من هو محمد صلى الله عليه وسلم هذا الشرخ الذي نعيشه نعيشه وكأنه هذاك وقت وهذا وقت هو الشيء اللي خلانا الآن لا نفعل السنن والأحاديث والآيات في حياتنا اليومية وهذا ما سنفعله الآن في هذه الجلسة. هذا الجلسة نحن قعدوا راح نجيب قصص وأحاديث نبوية ونطبقهم في الواقع ديالنا وفي ديارنا باش نتفضحوا باش نتفضحوا باش نتفضحوا باش نعرفوا اللي احنا رانا غالطين. خاصية التالية وندخلوا في الموضوع المصداقية. المصداقية من خصائص قدوة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته المصداقية. وش معناتها المصداقية؟ على بالك المصداقية هذا الذي يفقده الكثير من المشهورين والزعماء. تروح انت عند غاندي غاندي هذا يشمل الاب الروحي تاع الهنود على خاطر تدخل لي هذا غاندي كان عنصري ما كانش يحب الافارقه زعما ما كيحبوش ما يحبهمش وكان قاسيا مع النساء. تروح انت افلاطون ما تزوجش افلاطون ومنهم من ذكر انه كان مثليا. تروح عند اينشتاين تلقى العيوب تاعو. تروح عند فلان تلقى تروح عند رئيس كبير مع تلقاه كان عنده رشوة وعنده مشاكل. النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة للحاكم للتاجر للزوج للأب للجار للمرجار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن إلى جاره اليهودي حتى أسلم وعن خوليده قالوا أطع أبا القاسم فشهد عليه فقال الحمد لله الذي أنقذه من النار بيه. جاره يهودي ماشي جاره عمي سليمان يسبي العقل في جر انتم ما تهضروش. جاره يهودي فهو قدوة للجار قدوة للتاجر قدوة للعسكري قدوة للحاكم قدوة للتخطيط الفردي قدوة للتخطيط الجماعي قدوة للرحيم بالأبناء والرحيم بالضعفاء قدوة للتعامل مع الأعداء. ولذلك هذا القدوة وهذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكنز الذي نملكه في ديننا الإشكال أنه اعترف به الزعماء الغرب العلماء يعني المعروفين كاع شهدوا بعبقرية محمد صلى الله عليه وسلم. مايكل هارت هذا يا هذا أمريكي يعني أديب أمريكي وفيلسوف ومؤرخ أمريكي. هذا مايكل هارت هذا دار واحد الكتاب اسمها الخالدون المئة أو العظماء المئة الذين خلدوا أسماءهم في التاريخ. دار مئة بنادم درس عليهم درس بحث عليهم شاف دار مقاييس وضع مقاييس هذه المقاييس يجب على أن يكون ناجحا في الدنيا في الجانب الروحي والجانب المادي في الجانب الدنيوي والجانب الأخروي في الجانب الفردي والجماعي. وضع مقاييس مشددة. الأول أول مرتبة هو محمد صلى الله عليه وسلم. اعترف على أن محمد هو أول هؤلاء العظماء الذي احتل المرتبة الأولى
سلام الله. فلما الآن نريد أن ندخل إلى موضوع الأسرة، كيف ندخل له؟ ندخل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. كيفاش صليت؟ كيفاش صليت في المغرب؟ شكون علمنا كيفاش نصلي؟ محمد صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. كيفاش نحجوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيفاش نحجوا، كيفاش نصوم. أنا نعطيك القرآن نقول لك يا قاصدي الحزام، صوم ما تعرفش تصوم. علاش لازم تولدي للسنة النبوية باش تعلم لك كيفاش أنت تصوم؟ تصلي يعني نعطيك مصحف، قرا 60 حزب تعرف تصلي ما تعرفش تصلي، لازم تولي للسنة النبوية باش يولينا كيفاش نصلي. إذا كان هذا الجانب العبادي من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث باش نقعدوا داخل الجامع برك، لم يبعث باش يعطانا نظام نعيشوا به. شتي ما صلوا كما رأيتمونا أصلي، عاملوا أزواجكم كما رأيتموني وعاملوا أزواجي، عاملوا أبناءكم كما رأيتموني وعاملوا أبنائي، عاملوا جيرانكم كما رأيتموني وعاملوا جيراني، عاملوا أعداءكم كما رأيتموني وعاملوا أعدائي وغير ذلك، تاجروا كما رأيتموني أتاجر. وهذا هو الاقتداء، تريد تمشي وقدوتك في الحياة هو محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف كانت الأسرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول صفة من هذه الصفات، أو أول معيار من هذه المعايير، أو أول نقطة سنذكرها من هذه من بناء هذه الأسرة، وهي البساطة. البساطة، البساطة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى البساطة؟ البساطة هي وسط بين التكلف واللامبالاة. تكلف فرنسية وش يقولوا إكزاجيري، اللامبالاة لا نيجليجونس، على بالكش. فانت في الوسط الآن، ما نكلف روحي ما نعيش اللامبالاة، ما على بالكش بوالد، ما فيها والد، الدنيا فيها الدنيا موت داخلة، زعما شكون دوها غير داخلة، لا، كل حاجة في بلاصتها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته بسيطة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، بناء الأسرة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان بسيطا، تسيير الأسرة كان يبنى على البساطة. البساطة في تكوين الأسرة، باش الإنسان يكون أسرة ويتزوج. الحديث طويل نختصره ونأخذ منه ما نريد. امرأة وهبت نفسها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيت زوجها. أحد الصحابة كان جالس، قالوا يا رسول الله زوجنيها، قالوا يا رسول الله زوجنيها، زوجها لي. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء؟ وش عندك انت؟ ما عندك حاجة في ندولها مهر؟ قالوا: ليس معي شيء. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، اكرو نيميرو بيت بلاديس او تزوج، بطل كاش حاجه، التمس ولو خاتما من حديد. فذهب فلم يجد خاتم من حديد، ما قاش، رجع فقال له: يا رسول الله لم اجد شيء. قالوا: زوجتكها بما معك من القران. تشي لك حافظه القرآن، حفظه لها، هذا هو المهم لها، وبنيت الأسرة واستمرت الحياة الزوجية. التقى النبي صلى الله عليه وسلم بجابر بن عبد الله ووجد عليه صفرة، فقال له: ما لك يا جابر؟ قال: تزوجت. قالوا: على ما أمهرت، يعني مش بديت لها؟ قالوا: نواة من ذهب. قال: هذا الذهب النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاه، ما قالوش علاش تخسر، هذا من الذهب، نواة من ذهب.
وهذا قبل التلبيس ولو خاتم من حديد بساطة. ما نعيشه الآن من ضغط وضغوط نفسية لماذا؟ التكلف، من التكلف في حياتنا في بناء الأسرة. والتكلف هذا يا إخوان قد ما رانا نمشيو قد ما هو يزيد. نبداو نمشيو شوية، تبدأ تمشي الآن، تبدأ تمشي تروح تشوف حق الشوفة، وحق الشوفة ذكره يطلع واحد مرة من 100,000 بطلوله. قال كيفاش تمد 100,000 بنتنا تسوى 100,000؟ بطلوله على جل حق الشوفة، راقع حق الشوفة مد 100,000 يعني مدوا 400 دولار ولا 300. اسمع تصور اللي انت مد حق الشوفة ومعت المهيبة ومعت في المناسبات لازم ما تراطي حتى المناسبة، تبدأ تمد في المهيبة ومعت الصعدة ومعت تبدلوه، لازم تعرض ولي تنساك وزعف عليك ثم تبدأ تعرض وما تقولهم احنا ما عنديش باش نعرض بزاف. لا لا، لازم تعرض بزاف ومن يزعف عليك وبعد تفطر عروسة وبعد الكبش تاع اسمه هذاك لازم بوكلون وماشي ديرو فرطاس صغيور، فرطاس صغيور يزيد يبطلونك ودي معاه اللفت القرعه البصل العسل السمن كرافس. وين هذا؟ وين وين انا رايحين؟ وين انا طالعين؟ وقت طالع وهذا كاع بعض الناس. كاين ناس دار دين كبير باش دار العرس، بعد كي تزوج ودار العرس وتزوج بعد اشهر طلق بسبب ماذا؟ بسبب الديون اللي دارهم تاع العرس. اذا قد يسال واحد سؤال يا شيخ واش نديرو؟ يعني كاين احاديث، كاين احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام وليمه بدون خبز ولا لحم بالسمن والاقل، ما كانش. وكاين ولائم من النبي صلى الله عليه وسلم ذبح فيهم الشيان، حتى كاين وليمه ذبح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكاين وليمه النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يقدر حاجه ما فيهاش الخبز، يعني كان هذاك الامر هذاك عنده فيما هذاك الخبز، الخبز كان تعبانته فما دارش فيهم الخبز. تصور انت زعما دير وليمه زعما دير العدس، مانيش قادر زعما ندير لهم العدس والله يتسوى شراب. تقدر دير سؤال لو الشيخ معنا بلا ما يجاوبنا، يجوز 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 درت وليمه بالعدس باغي يدير القنوات وليمه بالعدس تقدرش؟ ما نقدروش. ولذلك الضابط وين راهو؟ انت قادر دير 20 مليون درت 20 مليون، قادر دير انت لاباس بيك وربي يفتح عليك درت 100 مليون درت 100 مليون. المشكلة وين راهي؟ انت قادر دير 20 مليون درت 100 مليون، علاش؟ لماذا؟ الناس واش يقولوا؟ كنا تكلمنا من قبل عن الفائدة النفسية، دار واحد الدراسة نفسية قالوا لي انه الانسان كيكون في العشرينات الشباب تاعنا هكا يعيش بما يعتقده الناس فيه، يولي من قيمة بزاف الناس، الناس واش يقولوا؟ ولذلك الشباب تلقاه يطول في المراية ويمشط خرجت له حبة يبدا يتنفق فيها وبدا يتبع الخمار ومعوج ولا لا ماشي شباب. في الربعين قالوا انك تصبح لا تبالي، تولي تخرج بالصباط هذا وشافوا ما تقابلش فيهم كرفس خلاص خليهم ما على بالكش بالناس، لا تبالي بكلام الناس. كي تلحق 60 سنة تدرك ان واحد ما كان على باله بك تخرج ساعات رايح ما تخلص. لذلك يا اخوان كتجربة الان نعطوا مثال تجربة، احنا انت راك مزوج يقولوا لك عاود دير العرس، والله غير ديرو غير تعرف بالك واحد 25 واحد دير عرس وتقول هذوك الدراهم على بالي واش ندير بهم مازال نزيد، لانه تعرف بلي ياكلوا بعد يروحوا. ولذلك البساطة يا اخوان نحتاج الى البساطة، البساطة في تسيير الأسرة، تسيير الأسرة. أنت الآن تسير هذه الأسرة فتعيش بساطة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود، يعني راني بيت بالجوع مانيش قادر الجهد خلاص. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما
ما عندي إلا الماء. بعث من الزوجة ديالو عطر جانا ضيف قالت له ما كانش والذي بعثك بالحق عندنا غير الماء. زاد بعث للزوجة واحدة أخرى قالها عندنا ضيف قالت له عندنا غير الماء عندنا غير الماء عندنا غير الماء عندنا غير الماء. فقال هذاك الضيف قالوا ليس عندي إلا الماء. رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكم رئيس العدوان قالوا عندي غير الماء. قالوا من يضيف ضيف رسول الله؟ شكون يضيف ضيف تاع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واحد الصحابي قالوا نايا عيطوا له قالوا قال يا اسمعي قال نجيبو ما نجيبوش قالوا نايا راح ديالك بدك تقدر تعرض واحد ما تقدرش تعرض واحد انا ما كنتش نعرض باش نكون صراحه بروتوكولات بزاف معقده الحاله معقده باش تقدر انت تدي واحد وبعد العشاء قالوا لا غنجي نتعشى عندك ثم المراه مريضه وهي ماشي مريضه مريضه تكسرت وضربت سنزله كل شيء صار باش ما ينحرش الانسان. فذهب الى زوجته مع ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم طعام؟ يعني الزوجه ديالو قالت له ليس لنا الا طعام الصبيه حيت ماكله عبد الغالي ليله واحده نجوزوها وهذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها نوليهم رقديهم اعطيهم هكذا وخليهم يرقدوا رقدوا الدراري. قال لها كي نجوا راح ناكلوا راني نشرح هذا باش ولادي يفهموا. قال لها كي نجوا راح ناكلوا كي نجوا راح ناكلوا طفي السراج يعني هذاك الموضوع الكانكي هذاك طفيه السراج طفيه وانا ندير روحي ناكل وهو ياكل باش يشبع. صافي شكون ماكلاش؟ شكون يجيبها يا ولادي شكون يجيبها؟ شكون ماكلاش؟ كاع العائلة ما كلاتش دلالي ما كلاوش هو دار روحو ياكل ما كلاش مرتو ما كلاتش شكون كلا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قصة ما نقدروش نديروها قصة ويتأثروا بها الشباب تاعنا. هذه قصة رمزية يعني قصة كاين فيها رموزية فيها قوة التضحية البساطة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عجب الله من صنيعكم. ربي عجب من صنيعكم لمسة هذه. ولذلك يا إخوان البساطة في حياتنا الزوجية مبسط هذه الحياة. ولذلك شوف كيفاش تعقدت الأمور شوف العائلات دوك علاش ما نتزوروش ما يجيش خوك وخوك ما تجيش وانت ما تروحش عند خوك. الآن حتى المريض الآن كاين الناس يجي يقول لك راح نزور مريض، ماني رافد معايا والو، نقدر نجي له غير قرعانة، ما تروحش تزوره. علاش؟ ماذا بيك تدي التفاح هذاك الكبير، الله يبارك جاب التفاح، ماشي كيما انت جبت لنا الياورت تاع الفرد. مريض يزيد ينشر فيك، ويقول لك جبت لنا، وانت ما تروحش حتى يموت، يقول له راه كنت حاب نروح بصح ما كانش عندي واش ندي معاه. شتي باش رانا نعقدوا في حياتنا، ومظاهر التعقيد كثيرة، يعني لو كان الوقت ماشي قصير. هذا موضوع هذا البساطة في الحياة موضوع بساطة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل أعرابي إلى المسجد فقال والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه. وش قال لهم؟ أنا يعجبني الحديث هذا بزاف. قال لهم أيكم محمد صلى الله عليه وسلم أيكم محمد؟ وش معنى هذا الحديث هذا؟ معناتها ما عرفوش. معناتها النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابة ولا في ما كانش عندهم بين زعما هو لابس خير منهم هو قاعد ولازم ضايرين. ولذلك كاين الناس زعما تروح نزهة لو كان ما يكلفش في لابون ما يجيش لازم يكلف في لابون يزعل. ولو كان دوك انت يا عرس تاع صاحبك خوك أي واحد بالخميس يعيطوا لك بثلاثة ولا الأربعة ما تروحش. علاش خلوني مع الأخر وما تقدرش تقول لما ديالك بلي وعرضني خويا خاطش تقول لك واش قلت لهم؟ قول لها ضربت واحد الدبزة باش هي تفرح تقول لك هاك عجبتني. ما تقدرش تقول لها هاي نروحوا ما فيها والو عرضونا نساو كانوا مشغولين. لا لا أنا شتو أنا اللي قالها الشيطان؟ أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. الآن هذا اليوم تعبنا أنا
أنا تقول لي من قبل، أنا نجي الأول، أنا ندير كذا، هذا الذي يؤثر في حياتنا. البساطة في تحويل الأزمات إلى عبادات. البساطة في تحويل الأزمات إلى عبادات. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه فقال: هل عندكم من طعام؟ فقالوا: لا. كاين باقي؟ لا، ما كانش. واش الناس؟ هذا موقف فيه ضغط، فيه ضيق، فيه عدم الأكل، فيه جوع، فيه. حوله النبي صلى الله عليه وسلم إلى موقف إيجابي. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن فإني صائم. سهلة، علاش راك تصعب في حياتك؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم، كاين ماكلة؟ ما كانش. إما راني صائم. الاستمتاع باللحظات هذه. حنا لا باذنجان، قلت لك ديريه في الاخر، علاش ديريه؟ قلب الطاوله. فرمضان شحال من واحد يجي يقول لك او زعف، يزعف انا يزعف على شوربه قالها بيضاء دار فيها الحمراء، قلب انا. وبعد تجي هنا، اين هو محمد صلى الله عليه وسلم من حياتك؟ يوم كاش الماكله، لا يوجد طعام. قال: اذا فاني صائم. فهذا هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، يحول أن الجانب السلبي إلى إيجابي. هذا في الجانب النفسي. هذه شو تقنية علاجية في علم النفس. الأمر الثاني: الغيرة. الغيرة في الحياة الزوجية، في الحياة الأسرية. هذا الغيرة التي فطرت عليها المرأة. كان النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة رضي الله عنها، فأرسلت إحدى نسائه صحبة فيها طعام. شو الجفنة؟ لا، فيها طعام، فيها المكلة. وكان الصحابة معها، يعني في البيت. فقالت للخادم: ما هذا؟ قال: هذا طعام بعثت به. تفضل الحاج. بعثت به فلانة لمطعم النبي، وهي زوجة واحدة أخرى، لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضربت الصحبة فسقطت على الأرض وانكسرت. موقف، موقف المرأة ضربت الجفنة قدام الأخرى وطاحت وتكسرت الجفنة، فيها الماكلة قدام صحابه. نزيدو لها تما، خلاص كاع لي زوبسيون كاينين، ماشي قال وحده، قدام صحابه، طالع للفوق، خلاص كلش كاين. خاطش نتايا وحدك قدام صحابك، ماشي غير كيف قدام صحابك. ماذا تفعل؟ واش دير؟ قد يقول واحد: انا ما نكذبش عليك، انا مقلق، انا نقدر نبعثها لتكون بعد الدارهم، زعما بعد لهم رجل يمنى وبعد يامات نبعث لهم رجل يسرى، ولدي ونطيها بالعقل. بهدلتني صحابي وش يقولوا انا. نقول لك بلي الجواب راه عندك. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل الجواب الذي هو عندك، منطق. هذا المنطق ما هو؟ انت تمشي مجنون، قاسك طيحك ولا ضربك ولا تضربه؟ لا لا. الأطفال الصغار يجاوبوني، قال: علاش ما تضربوش؟ ربي خلقوا هكذا مسكين، خلاص معليش. وعمى، وداك لابس مليح وعندك عرس ولا عندك محاضرة ولا عندك هذا، وبعدك تمشي عمى قاسك طيحك في الأرض، تضربو؟ ما نضربوش حاجة، وعمى ربي خلقوا عمى. وكأننا رانا متفقين على أنه إذا ربي خلق واحد بحاجة ما نحاسبوش عليها، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم، حنا هذه القاعدة نخدموا مع العميين ومع المجانين. النبي صلى الله عليه وسلم استعملها أيضا مع نسائه. المرأة تغير، فمن دام المرأة تغير وأنا تزوج وكاين زوجة واحدة أخرى اللي تغير الأخرى، فأنا لا أحاسبها على غيرتها. والموقف الشرعي الذي يتطلب ماذا؟ ضمان الصحبة. كسرتي الصحبة بس ما تقوليليش لا لا، نغرموها. واش قال الخادم؟ انتظر. فحبس الخادم، قال له: خذ صحبة جديدة عائشة وديها بالدار.
كل حاجه في بلاصتها. هذا الموقف اللي موقف تاع الزعاف والرجوله، النبي صلى الله عليه وسلم حوله الى موقف ضحك، قال لهم غارت امكم، غارت امكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحاول لما هذه الصحبه حتى يجمع ذلك الطعام. شوفوا حكمه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قدرش يعرف ليه على باله بلي راهي زعفان، على باله بلي راهي مقلقات، ما زيد نقول لها زعفي زعما زعما نضربوا على جالك قلت لها ما خدمتش الراي، خلاص خليني لا نرفد. وهذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. اذا يا اخوان كي نحبوا الان انا نذكر مع موقف في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، هيا ندخلوا لديارنا دوك، ما نحكوش على التعلم، نحكوا انت تزوج في الدار بماك واختك، احكي لي المشاكل اللي راهي صارت. كثير من المشاكل قد تبنى على الغيره، ولذلك تكون انت حكيم في تسهيل هذه المشاكل. ام انت في سنك، انت الولد الوحيد، جات مرا حسيت بلي تديها في الحق ديالها، فالام هذه تبدا تعبر بطريقتها، لما تفهم انت بلي هذه المشاكل مبنيين على غيرها، تعرف كيفاش تسير الامور هذه. وفي بعض الاحيان والله الرجل هو يكون السبب، لانه هو الذي يفعل سبب المشكل. انت تزوج شهرين مرزوقه، شريت نحكيو قصه انه شرا ماشي نظافي وطلعها للدار، ومن بعد هذيك يماه مشنفه تلقاها مقلقه، يجي يا شيخ دور معاه وانا كنت على بالي بلي في الدار مشاكل، ودوك تشوف شريت لهم ماشي نظافي انجي سلفت دراهم باش شريتها، مع الاخر يماه مشنفه وشغل وكاع غير ما تزوجش. نسقسي قلت له نسقسي انت انت ماشي نظافي خربوها شهرين وما تزوجت، طلعت لك هذا مور زواج بشهرين باش انت تشري ماشينا لافي. يماك عندها 30 سنه هي فوق بوطاجي يضرب في البصل والحجره، كي تزوج شهرين وراها تطلع لك الفهامه انت تروح تشري ماشينا لافي. وبعد قلت له لو كان جيت يماك نزعف، انا لو كان جيت يماك نزعف، كيفاش دوك انت فجاه تشري ماشينا لافي. لذلك الانسان يكون ذكي، كاين الانسان هو يعيط من المشاكل، يتزوج وبعد يخرج وبعد يروح يتعشى وبعد يبيبلي في الستوري في الفيسبوك تاعه ومرته بيبلي بيتزا كذايا ويمنه دارت بالكوكس وبعد يدخل كيفاش ما نداوسوش، كيفاش دوك انت تدخل وبعد غير يدخل يبداو يضحكوا زعما من الباب، شو راك تخزن فينا. ولذلك الانسان يعرف كيفاش يسير حياته الزوجيه، الذي النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوته هنا في تسير 9 نساء يسيرهم بجانب معبى كاين ساعات من الدراهم هما اللي يخليوك زعما ما ننسى يسخلوا زعما تعدد ومن بعد تهضر تيري عليها خلاص تقول لك لا لا راجلي ما شاء الله قليل اليد تكون انت ما كانش دراهم وتسير 9 نساء واليهود والكفار والجهاد وكلش. لذلك حتى يكون المسلسل قدوة في حياتنا الزوجية، ما نخلوش حنا القدوة غير صلوا كما رأيتموني أصلي. ايضا من معايير او صفات الحياه الزوجيه في وقت النبوه وهي حسن العشره. سئلت عائشه رضي الله عنها قالت كيف هو النبي صلى الله عليه وسلم في البيت؟ قالت انه لا يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما تعمل احدى، فاذا حضرت الصلاه فزع الى الصلاه. هنا كاين موضوع لازم نفهموه مليح، خاطش كاين واحد المسار الان يقدر الناس ما يفهموش كي تكون تحكي خاصة مع اليوتيوب هذا والانترنت يقدر يديه مقطع ويديه تولي انت وضحوكا. الناس لازم تفهم عندنا دين يسيرنا، حنا قبل ما نحكوا على مسألة إعادة المرأة في البيت نحكوا على مفهوم الرجولة. واش راك فاهم انت في الرجولة؟ لما انت فاهم في الرجولة ديال المرأة نعيط لها الدار وبلي انايا ما نقدرش انا شغل نضنى بلي انا ما نقدرش نرفد الطبسي ديالي ثم نرسل المعاد المراه ما تموت بصح ما نقدرش علاش ما تغسلش المعاد باه ما يغسلش البحر نضنى حنا عاملينها بداية حنا نضنى عاملينها بداية. كاين واحد النقطة نفتح قوسا يا اخوان
المعتقدات المشوهة لازم نراجع الكثير من الأمور اللي تربينا عليهم، هل صح ولا ماشي صح. ما يكونش كي نقول حنا صراع أجيال، ان كونفليكت جينيراسيون، زعما حنا ندوزو مع شيوخات وعلى وشيوخات يدوزو مع لا لا، نكونوا صالحين، نكونوا نبنيو حياتنا على الصراحة. نعطيك واحد المثال، حليب شكار، حليب شكار، علاش نفيضوه؟ علاش لازم يفيض حليب شكار؟ يقول لك على ما كيفيضوه خاطر فيه الميكروبات. كانت عندي مناسبة البارح أسرة هكذا، السيد اللي كان يعني مع الزوجة ديالو قهواتي، بعدها يخدم بالحليب، ومن بعد قالت لي خاطر فيه الميكروبات. قلت له أنت علاش تبيع حليب فراز؟ دير لهم حليب شكارة، قالوا لهم غادي ندير لك حليب خضر، تسمى تبيع في الميكروبات. ما تقدرش تشرب من بعيد، ممنوع تشرب أنت حليب خضر. ايه صح، واش مكتوب في الكيس تاع الحليب؟ مكتوب حليب معقم لي باسيوريتي. دراسة هكذا بعضهم حكموا حليب فيضوه، وحليب سخنوه، قسمة شرب، لقاو لي حليب لي فيضو لي موليكول يسموهم المركبات تاعو كاع يروحو، يولي شوي مبيض ما عندو حتى معنى. حكموا هذاك الحليب الذي فيض والحليب اللي ما فيضوش، لقاو لي الحليب اللي فاض هو اللي يفسد الأولاني. أكبر خطأ في الحليب، حتى يفيض سخن وحتى تشرب. إذا علاش نفيضوا الحليب؟ لماذا؟ لأنه أنا لقيت يما تفيض الحليب، ويما علاش تفيض الحليب؟ خاطر لقيت يماها تفيض الحليب. مكان مثلا هناك مثلا هذيك العروسة جديدة شرا لها الزوج ديالها شرا لها حوتة، كي جات تنقيها قطعتها هكا صغيرة، ومن بعد كي جا الراجل قالها يا مرأة واش هاد الحوت هي صغار؟ قالت له حنا هكذا نقيو الحوت. الداوس معاها فذهبت الى امها قالت لها يا يما راني تبهدلت مع الراجل، شرا لي حوته كبيره ورجعتها له كيما علمتيني. قالت لها يا بنتي انا هكذا علمتني يماك. كي راح عند مانهم اللي هي مانها والاخرى يماها، قالت لها يا ماني كيفاش هذا الحوت؟ فهمينا علاش نقيو الحوت هكذا؟ قالت لهم يا بنتي انا المقله ديالي صغيره. إذا المشكلة والله راهي في المقالي تاع راسنا، نبداو نبدلو في المقالي، ما نقعدوش نضربو في الحوت، ارمي في الحوت، بدل المقالة تاع راسك، نعاودو نراجعو المعتقدات تاعنا المشوهة هادو، باش نعرفو كيفاش نسيرو حياتنا الزوجية. ولذلك لما انت تنوض بلي المرأة نعطيلها صبعك، تاكل لك يديك، ضحكها نهار وبكيها شهر. كي تقول لك ديني ضامن ما تديهاش باش ما توالفش، ديها وقت ما انت تحب، اعطيني الحديث هذا شكون راواه وانا نتبعك، اعطيني هذا شكون راواه باش انا نتبعك وعجبني هذا الحديث. اذا عندنا دين وقدوتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، عباده الاحتساب. انا نغسل الرمان والطبطب انت نخرج لك بالطابليه نقول لك دوك نجي ما نحشمش، اني نعاون في مرتي. كي تقول لي الرجولة أنا نعرف روحي بلي راجل، ماشي هاد الأمور هي اللي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ويعاون المرأة ديالو، ومن بعد غدوة من ذاك عنده جهاد مع بني قريظة مع خيبر، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقولون إذا حمي الوطيس كنا نختبئ وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي الرجولة، رجولة كي تنوض أنت للفجر وتجي وتنوض وتلقى مرتك تقول لها ما تخرجيش هكذا ما تلبسيش هكذا، وبنتك تقول لها هكذا. هذا هو الرجوله، ماشي تشد الرجوله في واحد المراحل الشكليه ونقعدوا هكذا نتبعوا. كمثل ذلك الذي توفى باباه ويعطي من الشراب، قال مش فيك من نهار مات بابا مانيش مليح، ولا يشرب ولا يتكيف، الجنازه يقعد يبكي وقعد من الله. الرجوله ماهيش تسمي بابا كيما تسمي باباك زعما قال كي يزيد عندك لازم نسميه وليدي كيما بابا، ونلبس بلوتشونكاي تاع بابا، وتصويره في الشومبرا ندير تصويره تاع بابا، وانت لا تصلي وانت لا تدعو لوالديك بالخير. ولذلك يا اخوان قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. فهذه الخيريه اللي كان يحكيها النبي صلى الله عليه وسلم قد رايناها باعيننا في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بشهاده من؟
أزواجه أزواجه رضي رضي الله عنه. نزيد واحدة النقطة، الحب. شفت الحب؟ أنا تجربتي كي نبدأ نحكي عن الحب نحشم. علاش نحشم؟ نحس بلي بان يوم يسمعوا فيا يحكي عن الحب. واحد المرة واحد قال لي شغل كنا مخلطين تما أنا مع بابا، قلت له أنا فكرت نحكي عن الحب، تقول لي كنا مخلطين، قال لي قلت لي من الأول راح تحكي عن الحب. شفت؟ ما نقدروش، نقدروا زعما الحب، أنت تقدر تعمل حب، أنا كنت نقول لك الحب الحب، ديك كيديروا حبوا راسهم، كاين اللي يتقلق. شفت عندنا مشكلة. عبوا وقتاش نعبروا على الحب؟ نقول لكم وقتاش؟ نحب الباذنجان، نحب القرعة المقلية، شكون نحبوا الماكلة؟ وأصبح الحب يظهر في الجنائز والمستشفيات. الحب الآن ينقسم، هو عاطفة، ينقسم إلى مشاعر وتعبير. إحنا عندنا المشاعر، المشكلة تاعنا وين؟ تعبير. شلا كوندويت تاع الحب فيها الكالكار تسمى تقتلها طق طق. ولذلك الان تلقى نعيش صراع في تعبيرنا عن الحب. الزوجه ما نحكوش عليها خلاص، ربي يرحمها الزوجه، حتى مع الوالدين نظن زعما نظن زعما ينوض الوالد انه ما يبوش راس باباه. فتجي انت مره هذا المره في الرضاعه شريت الولد باسكت تاع العيد، انا نحب نكون واخي فروا زوج باب الوالد انا انت فافطر وصلوا شريتو الباسكات والغادية، المهم تعبت باش شريت هادو. ومن بعد قلت له بوس لي راسي، كان معايا صاحبي قال يا ما نخدش انا تو نرجع لك الباسكات شكون بوس راسي بوس لي راسي. قال لي مش حاجه تحرش فيا بداية افطر وصلوا بوس لي راسك. قلت له والله غير بوس لي راسي دوكا بوس لي راسي. قلت له خليك تقول شبيه البوس له راسو. قال لي شوف البوس لك راسك واحد 20 مرة في الدار صح انا جبتها صعيبة باش يبوس لي راسي في الدار وهذا الوقت وما نخبس لي راسي خاطر انا بلي ما تحكيش بس هو اللي يقول هذا الدار اللي قلت لك غير ما بس ليش راسي خبط لي كاع صعيبة شفت الساعة هكذا. ولذلك نعاود نقولوا شكون لمن قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ على بالكم شكون قالوا له من أحب الناس إليك؟ شكون؟ شكون؟ صحابة مجتمع كانوا يأيدون البنات، يعني الباسي تاعهم الماضي ديالهم كان يدفن بنته، وعندها إنسان كان يدفن بنته وبعد يدخل الإسلام عندها شوية حالة راهي قاصحة شوية ماشي سهلة. قالوا يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، ما قالوش الدار، قال عائشة. هذا عمرو بن العاص والحاجة الطويلة. قال ثم من؟ قال أبوها. لقاش أبو بكر الصديق زاد قال باباها ولم يهجر حتى اسمها أبوها. شفت التعبير؟ تعبير عن الحب، خرجوا المشاعر تاعهم. ذلك الإنسان عليه أصبحنا لا نرى هذه المشاعر، أصبحت تخرج إلا في الجنائز والمستشفيات. مرة واحد الولد دخل المستشفى تكسرت رجله، دخل المستشفى قعد شهر هو في المستشفى، لا إلى كاع تزور فيه والجيران يمشوا له الحلوى. إجا الطبيب ينحي له البلاط، بدا يبكي، قالوا ما تنحيوليش، قال ترجع لي كيما بكيت، تقعد بالبلاط. والله ما نحي، بدا الحالة بالبكاء. علاش؟ لأننا أصبحنا نخرج المشاعر بالأزمات. الأب ديالو حتى يموت باش يبدا يعيط بابا، يبدا يبكي بالدموع. وبعد الأم تاعو، ولذلك في الفيسبوك، احكموا الفيسبوك، ديروها تجربة، احكم الفيسبوك وبدا تتبع. أمي الغالية التي لا أنساها، ادعو لها بالرحمة. زوجتي التي كانت سندا لي، ادعو لها غير الموتى. إذا واحد بدا يحكي على واحد، أعرف اللي مات. يعبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أحد الصحابة رضوان الله عليهم قال يا رسول الله إني أحب فلان. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لا أخبرته؟ روح قل له الحب أو الداخل أنت تحبه
إذا واش ندير؟ خرج الحب هذا وروح قوله له، وروح قول له أنت بلي نحبك، هل لا أخبرتها شو الخاطئين هنا يا تحبه؟ وروح قول له. ولذلك الآن هل نحن نعبر عن مشاعرنا؟ نزيدو نطلعو درجة هاك واجدين سيدي بغيتي نخرجو ربي دقيقة و نعاودو نلوس على بالك على ماذا حنا نحكيو هاك تشوف الآن على الحقيقة على بالك الريال الرومانسية الرومانسية في ديننا ايه كاين النبي صلى الله عليه وسلم كان رومانسي كان رومانسي حنا منين نديو الرومانسية يدوها من الأفلام التركية والهندية والكورية والإنسان إذا كان سيري ولي مزبوط والرومانسية ما يقدرش. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أشرب من القدح وأنا حائض فأناوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه وكنت أتعرق من العرق وأنا حائض فأناوله فيضع فاه موضع فيه. شو معنى تعرق؟ قالوا لي غير عشرة يدنا ماشي إلى أربعة. عائشة قالت لي كنت نشرب وأنا حائض كي نعطيه النبي صلى الله عليه وسلم يحوس مني شربت ويشرب منها رومانسية كانت تكدد قالت لي كنت تكدد كما يقولوا أتعلق مع عظمها هكا ويكدد تعطيها النبي صلى الله عليه وسلم يشوف هي مين كانت تاكل وكان يأكل من ذلك الموطن. ولذلك هذا هو ديننا علاش نروحوا بعيد؟ علاش تبعد وتبدا انت في فلان وفلان والفعل الفلاني اللي ما عندكش اجر فيه؟ اجرك في هذا الامر. ولذلك مره واحده سمعت الامر هذا الحديث هذا قالت والله غير نطبق عطت حبات فاه وعطتها لراجلها باش يعاود يعض منين عطت؟ قال لا راهي المصاري بس خلي بيا معايا قطع قالت له مسحها احد قال لا خير لا ورديا خير لا فوق ورديا ولا جسمي عاود يكسر ما تقدرش تمشي. رابعا حل المشاكل العائلية. حل المشاكل العائلية كيفاش تحل المشاكل العائلية؟ دخلوا النبي صلى الله عليه وسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على ابنته فاطمة فاطمة فتح قوس في يونيك النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا كاع ولادو إذا قتلوا غير فاطمة رضي الله عنها ففي يونيك ويماها ميتة سمعتها شغل الثقل كاع يتنرم عليها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة قال لها أين هو ابن عمك؟ فاطمة الآن كانت مزوجة مع علي بن أبي طالب ولد عمها. النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا الحكمة النبي صلى الله عليه وسلم كي دخل للدار قرا في وجه فاطمة بلي ماهيش متفاهمة شوية زعفانة أي مقلقة وعندها غير راجلها باين بلي مداوسة مع راجلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى لها واحد الرسالة وشنو هي؟ حاب يقولها بلي هذا قبل ما راهو راجلك أو وليد عمك صافي واش دير؟ في عمق يقولها والله هو عادي أنا والله وليد عمك ما تنعاود نفكها بكلام لهذا وليد عمك غير ما تدير لنا حتى مشكل. أين هو ابن عمك؟ شوفوا ديك استراتيجية قتلوا اسمعوا واجدين قالوا كانت بيني وبينه شيء فغضبني فلم يقل عندي. قتلوا صارت بيناتنا أنا ويا حاجة شغل تزاعفنا قالها ما نرقدش عندك ما نديش لا سياست عندك ما نديش القيلولة عندك راح للجامع يرقد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد يبحث عنه فوجده قد استلقى على الأرض وترى التراب على جلده ثم التراب هكذا كان يشغل قيس له الجلد دياله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطلع له في الأخذ دياله ويقول له وكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب قالوا قم أبا تراب قم أبا تراب قم أبا تراب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كان
يعني كانت كنية أبي تراب هي أحب الكنى إليه. ما كانش كنية يحبها كما الكنية تاع أبو تراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كناه. النبي صلى الله عليه وسلم وقتاش كناه؟ وقتاش كناه؟ نهار المشكل، نهار المشكل كناه. ندخلوا شوية نعود نذكروا الحديث. فاطمة رضي الله عنها واش قالت لباباها اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت له كانت بيني وبين رجلي حاجة فغضبني من في مغلوق. النبي صلى الله عليه وسلم قالها؟ واش هاد الحاجة؟ واش كاين؟ احكي لي دوكا. عيط لما، عيط للغاشي، تو كاع الجزائر، الو روحوا خفتكم، جيبوا القلادة زويتوا كاع عزتموا، ها؟ هاد المشاكل، هاك حبابة بنتك تتهنى. ما حكيتيليش، خلاص، بينها وبين رجلها. بينها وبين رجلها، قالت له كان بيني وبينه شيء فغضبني، خلاص غلق الملف. علاش راك تحوس تخرب؟ علاش انت تروح كل يوم الو ومين؟ انا وين والصراط؟ مرة واحد في مشكلة، الرجل وزوجته يتحابوا بزاف، صرا مشكل داوزو منا عيطت لدارهم، جاو دارهم، خاوتها اختي، عباك هادو اختي، كيكونوا سيليباتير باش نتفاهموا، زعما اختي واختي، هما غادي يتزوجوا يقول لك هذا قلب انا ما نروحش للبلاصة. بعد سيليباتير يحبوا يدخلوا في المشاكل، فجاو زعما خوتنا والدار وداو كسروا الدار. دارت المرأة خلاص كبر المشكل، أيام بعدها تبعت له في الرسائل اللي بعت لها. ومن بعد المشكل كبر والنفقة وحكموا عليه 60 مليون، بعد كي جا الشيخ قال لي يا شيخ جات هي قالت لي يا شيخ قلت لها 60 مليون هذه شكون جابتها؟ قالت لي شكون؟ قلت لها الفرق تاع ليليتي أنا شتيك سيلا كان ما كانش عندها كليدي كنتوا مازالكم كيف كيف مشكلة كاع في ليليتي لا الفرق ولذلك ولدينا بكري ما كانوش يتلفوا، ما كانش عندهم ميزانية يتلفوا. يخاولوش، يضربوا يضربوا، وبعد باباها في جلفة، ما يجي لها خلي يزيد مزيون، يطولوا. هذا الأمر كان علاج بالنسبة لهم. أما دوك والديك راهم عايشين معاكم في الدار، معاك في الدار لايف الو أو ضربني أو دار، أي ما نديروش، ومع دقيقة يصدموا لك الدار. ويضاربوا هذا الامر هذا التقارب هذا هو اللي خلى المشاكل يكبروا التدخلات الخارجيه وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كي دخل على يمين قام قلب له الموضوع شو تدخل داوس بنتك بعد تروح عند نسيم وتقول له زعما اسمه فارس ولا اي اسم تقول له شوفوا تبدل له الاسم تمشي الامور تمشي النبي صلى الله عليه وسلم قلب الموضوع قال شو بيك مع المراه شو بيك مع بنتي خليتها لك امانه انا عندي عوينه وحده انا عندي كذا انا عندي كذا انا عندي كذا وتكبر المشكل ولذلك في التربيه يعني في التربيه تكون المحصول في التربيه قال زعما اولادك يضربوا اذا ما كانش غير خليهم يضربوا ما تدخلش روحكم ما يضربوا ما تدخلش روحكم زعما غير يجوا لذلك يقولوا يديروها سلاح زعما وانت تجي تجري خليهم يضربوا اذا شفت خطوره سلكهم اما عندك تلقاهم يضربوا يعاودوش ولا يديروا في المناعه المانع راهي تتكون خلاص نختلفوا ولا نمشوا لذلك شوفوا انظروا الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع مشكل عائلي بنته صار لها مشكل مع رجلها هذه قم ابا تراب خلاص المشكل في عظمه التدخلات الخارجيه والسرعه في الادب الادب حلال لي على بالك Hello.
خامسا عدم الدخول في الخلافات النسائية، عدم الدخول في الخلافات النسائية. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد صفية وهي زوجة بنت حيي زوجته يهودية، وجد صفية تبكي فقال لها ما يبكيك؟ فقالت حفصة هي شكون حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالت حفصة تقول أني ابنة اليهودي، ابنة اليهودي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قولي لها زوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى. زوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى. عدم الدخول في الخلافات النسائية. مد الحل، فكر في الحل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما عيطش لحفصة وعيط لعمر بن الخطاب وقالوا نتلاقوا نهار الخميس بوقع عصر وبنتك راهي بكات لي المراه وعندها مشكله وانت يا زوجه وكبروا المشاكل ودخلوا. لذلك غلق الملفات، خلينا نعيشوا المشكل تاع الصح مشكل. كانت عندي واحد المحاضره درتها في واحد الملتقى او دوره اسبوعيه في وضر عمان، المشاكل الوهميه في الحياه الزوجيه. حبينا نمدوا المعايير تاع المشكل، معناتها نقول لهم الان شكون تجيك مشكل احكونا على المشكل، نديروا له ليزاناليز يخرج نيجاتيف ولا بوزيتيف، معناتها هذا ماهوش مشكل. ولذلك الانسان في بعض الاحيان هو يجيب المشاكل لروحه. تدخل انت خلاص، قلنا احنا نديروا المقارنه دائما، خلاص دخلت انا عند زوجه ديالي وش بيك؟ اي تبكي؟ وش بيك؟ ما يبكيك؟ اختي اي تقول عليا بلي انا ما نعرفش نطيب بلي طيابي ما نعرفش، واش ندير؟ احنا واش يصرالنا؟ بزاف رجال في الدار ولاو رفايات، شتا رفايات رفايات تاع عمر طرين 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 ويخرج للصالون يبدا من بعد تخلص من الماسون يعاود يخرج، تعاود تعمرو 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 ويعاود يروح ويعاود يجي خلاص. لذلك عدم الدخول في الخلافات النسائيه. قال يقول لك قلها مثلا فرضا مدينا مثال، قال قلها ورمضان شكون طيب شهر كامل ولا نطيب؟ كنتم تاكلوا وتزيدوا كيف تقول لي ما نعرفش نطيب؟ تمد انت مثال، انا ما تدخلونيش خليها بيناتكم، وانت تخرج تخرج من هذه الخلافات النسائيه. ولذلك يا اخوان الان كي ندخلوا في مساله قطيعه الرحم، اعطوني الان اسباب قطيعه الرحم خلافات نسائيه. رحم الله ابائنا ربا ان شاء الله يبارك في امرهم، بكري ما كانش عندهم قطيعه الرحم التي نعيشها الان. لماذا؟ كانت يخرجوا المراه ما كانش تقدر تدخل باش تحكي للراجل الحكايات تاع النساء، دوك تتلاقى بالراجل يحكي وكانه مراه ويحكي قدامك. لما يجي راجل علاش ماكش تهضر مع اخوك؟ ما هناليش ما هناليش، شكون هذه ما هناليش؟ ما هناليش ما عيطليش ما جانيش الباك، ما عيطليش ما قاليش مبروك على وليدك الباك، ما جانيش كي تزوجت هناوات هنالي بمئة ألف بمئتين ألف. وأصبحنا ندخل في خلافات النسائية، معايير نسائية ندخلوا. ولذلك الآن المشكلة الآن علاش دوك الخلافات تكبر؟ على بالكم شنو يصرى يا إخوان؟ راهم يموتوا الكبار، وكي يموتوا الكبار يروح رونبوان، الرونبوان تاع الدار، شتا الرونبوان هذاك هو الرونبوان، دوك باباك وعايش ويماك هما الرونبوان. يجو خوك يهضر مع خوك هضر مع اختك ارواحي هذا غير يروحوا الوالدين من روبو يبداو الطوموبيلات واش يبداو يصرالهم؟ يبداو يتخابطوا صافي رانا نتخابطوا، هذا واقع واقع نعيشوا. لذلك الانسان يرفع المستوى ولا يدخل في مثل هذه الخلافات. سادسا عدم تعميق المشكل، ما تعمقش المشاكل. قالت عائشه
أنه كان بيني وبينها أو كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام شو خلاف، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من ترضين حكما بيني وبينك؟ قال نجيب وحدات يحكم بيناتنا، من ترضين؟ أترضين بعمر؟ قالت: لا، عمر غريب. قال: أترضين بأبيك؟ باباك أبي بكر الصديق. قال: أترضين بأبيك؟ قالت: نعم. على الخلاف في الروايات أن عمر بكر الصديق لما دخل سمع صوت عائشة يعني مرتفع، فهم ليضربها فحماها النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى أنه لما كانوا يبدأوا المحاكمة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأي أنت أو أنا. قالت له: ابدأ أنت ولا تقل إلا حقا، لا تقول إلا الحقيقة، قل الحقيقة. قال: تقول إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم ليضربها فحماها النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج أبو بكر مغضبا، خرج زعفان كيفاش الدنيا عند النبي صلى الله عليه وسلم، خرج مغضبا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أرأيتي أنا بعد خلقتني غير أنا، أنا ليس لك من بابك. فأصبح يتضاحكان، ودخل أبو بكر الصديق ووجدهم يتضاحكان، فقال: أشركاني في سنكما كما أشركتماني في حربكما. كما دوست قبل يضحكوني معكم شوية، والمشكل خلاص. شفت عدم تعميق المشكل. ولذلك لما كنا تكلمنا قبل أنا، هذا الأنا هو الذي يتعبنا الآن، هو الذي يعمق، وهو الذي يزيد في حدة المشاكل الأسرية. أنا، ولذلك نعطيكم هذه القاعدة الآن في الجوانب، في الجانب النفسي. كثير من القلق يأتي بمسألة الاستحقاق. مش معنى الاستحقاق، معناه الشعور بالاستحقاق، أنك تحس بلي أنت عندك حق تاعك. وكلما كثرت الاستحقاقات كثر الغضب وكثر القلق. نمد مثال في السياقة الآن، علاش ندوسوا بزاف في السياقة؟ لماذا نتشاجر في السياقة؟ لأن الاستحقاقات تطلع. أنا نمشي ومعاد حبس لي واحد، تنبدا نصوني نزعل، لأنه أنا يشوف باللي حقي أنه نكمل. أنا ما تحبس ليش قاري شو وين ندير، ماشي مشكلة. زدت مشيت شوية أنا على صاحبي يحبس، قلت له صحة وشرك، لو خلصونا لي أنا نشوف باللي حقي أنه نهضر مع السيد دقيقة شبيك على شكل مطلق. فالاستحقاقات تاعك حتى في حياتك، لما ندخلوا ذوك الحياة الزوجية، أنت أب تاع أسرة، تدخل الاستحقاقات تاعك كبيرة بزاف. غير ندخل لازم نلقى قهوة كحلة واجدة، وحطت هذه المرة في الفنجان، ونلقى الدراري واجد ونقيين، ولازم يكون بحالة مرتبة، تيليكومود محطوطة هنا وهنا محطوطة هنا. فالاستحقاقات تاعي طلع، جيت لقيت تيليكومود ما كانش هنا، بدا نعيط عليها. القهوة مازال ما درتهاش المرة، أنا بدا نعيط. الطياب مازال ما. ولذلك الإنسان في بعض الأحيان أو داير برنامج تقول ندخل للدار نقال عشرة طايب، المرة تقول لك مازال ما طابش، واش دير؟ تبدا تعيط لأنه تحس بلي عندي حق، دولي دولي حق. وشنو هو؟ لأنه العشاء يكون واجب في هذا الوقت. شكون اللي قال لك العشاء يكون واجب؟ مشي أنا قالوا لي، أنا والفت بلي العشاء واجب ويولي حق، وتأخذه حتى في المسجد. أنا نجي نصلي هنا، جيت لقيت واحد هنا راح للمغرب. راح للمغرب، علاش؟ لأنه نظام يصلي هنايا، ما فيها والو تصلي، لا لا نصلي هنا، داني براسي، صافي نصلي الحمد لله رب العالمين، وراك مقلق أنت وقتاش خرج المغرب، خلاص، خفض من استحقاقاتك. شحال عندنا الوقت شيخ؟ شحال عندي الوقت باش نهضر؟ لأنه حتى الآن كاين ناس عنده حق، وشنو هو الحق؟ أنه جيت مادا بيا وخمسة يكون قام صبا. صافي لو كان انا ندير اسبع ما نحكي له نجيب له تصاور تاع الجنه يتقلق. يقول لي ما انا او خمسه. شكون اللي قال لك او خمسه يا بو؟ واش فيها نزيدو 10؟ لا لا انا عندي حق نبيه انه خمسه تقيم صراط. وتلقاه يغضب حتى وكان كلام فيه منفعه. شوف روحي بلي ما شاء الله الخير نزيد بالمفعول. قريت انا بحث مازال الاول انا ما عادش نديرهم ما تخافوش. لكن هذا هو سبب القلق. ولذلك الانسان من مع روحه يقول لك انا نتقلق بزاف، نقول له من الاستحقاقات تاعك انا اللي رايح
ولازم نلحقها 5:30. كيلقى شويه وقبل بدا يعيط وبدا يداوس وبدا يدير لانه شايف بلي عنده حق نلحقها 5:30. بصح واش فيها الحق 6:40؟ لا لا 5:30. ولذلك الان نمدوا مثال فقط ونعاودوا ندخلوا في الموضوع ونكملوا ان شاء الله. شحال عندي شيخ قول لي الوقت؟ ليش نلحقها خاطر انا لقيت لكم دوكا واحد ما يقدر يهضر. هكا نجيب الصباح اللي يهضر يقول لك كيحصل فيا مقلق. انت دخلت البيت حقك شحال قول لي شيخ باش نعرف نفاز هذا وخمسه نزيد 5 دقائق قال انا دخلت البيت حقي وشنو هو؟ انه نريح. الاولاد حقهم وشنو؟ تلعب معاهم. المراه حقها وشنو؟ انه تشد هذا الدلائل خلاص انا عيد مصباح ولا مع اولادك. اذا واش يصرى؟ يبداو يصراو الاستحقاقات يتلاقاو ويبداو يداوسوا ويقول لك انا مانيش مريح في داري وعندي مشاكل نكره نطلع نبدا ندوس مع المراه. علاش؟ لانه اجتمعت الاستحقاقات في وقت واحد. اذا واش لازم؟ رومبوا تطلع عند الدور قال خلوني نريح شويه وبعد نديكم تخرجوا معايا وبعد الدراري خليهم تريح والمراه تعرف بلي كل واحد يدعي حقه. ولا هو ايضا الحوار داخل الحياه الاسريه من فوائد الحوار في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لعائشة أنا إني لأعرف لما تكوني راضية عني أو غضبان. قلت هو كيف يا رسول الله؟ قال إذا كنت راضية قلت والذي نفس محمد بيده وإذا كنت غضبانة تقولي والذي نفس إبراهيم بيده. قلت له والله لا هجر إلا اسمك. حوار بعض الأحيان الحوار هذا قبل ما نتكلم عن الحوار في حياتنا الزوجية لازم نفهم طبيعة الرجل وطبيعة المرأة. طبيعة المرأة أنت رجل مع متزوج مع المرأة. المرأة في الدراسات النفسية أن المرأة تفصيلية أما الرجل إجمالي. خلاص إذا حبينا نتلاقاو أنت متزوج مع المرأة ولذلك لما الرجل يروح للعرس مثلا جاء رجل من العرس تقول له المرأة كاش جاز العرس واش يقول لها؟ لا بس المرأة راحت للعرس جات قلت لها كاش جاز العرس تبدا تعلق نتايا حبسي خلاص لا لا جات دقيقة خادم نقول لك جات الأخرى لابسة وذوب الحلوة وهذيك الزواخة وتدعي معايا تفصيلية المرأة تفصيلية. فالحوار الآن هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاور نساءه؟ حديث أم زرع من عائشة رضي الله عنها تحكي للنبي صلى الله عليه وسلم بلي كاين 11 مرة تلاقاو كل وحدة تحكي على الزوج ديالها. حديث طويل ألفوا فيه رسائل ألفوا فيه كتب ألفوا فيه مؤلفات داروا فيه محاضرات. الحديث طويل والنبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلى عائشة رضي الله عنها وهو يحكي حاجة وهو على بالكم الإنسان في بعض الأحيان ضغوطه الخارجية يدخل هذا الدار زعما الناس اللي عندهم لابريسيون برا يدخل للدار لازم كاع ما يهضروش معاه خاطر انا عندي الضغط. انت عندك الضغط كيما النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والكفار وقريش وغزوه على اسبوع عندنا غزوه ومات حمزه بن ابي طالب وتعب كبير وبعد يقعد مع مرتي تقعد تحكي لها على ام زرع وابو زرع والنبي صلى الله عليه وسلم يقولها من اصغائه انه قال لها لقد كنت لك كابي زرع لام زرع غير اني لم اطلقك. فانظروا الى هذه الحياه التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الاستصحاب والخروج للتنزه هذا الموضوع هذا لو كان ما نطولوش راح ما تفهمونيش مليح. جاء كان للنبي صلى الله عليه وسلم جار للنبي صلى الله عليه وسلم فارسي كان طيب الملك كان يطيب مليح. فمرة صنع للنبي صلى الله عليه وسلم أكلا فقال له ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له وهذه على عائشة. قال له المرأة جيبها معايا. قال له لا لا. قال له إذا لا لا ما نجيش. قال فذهب إلى بيته ثم عاد فقال يا رسول الله ثم قد طبخنا لك طعاما فهل. قال له وهذه؟ قال له لا لا. قال له إذا لا لا ما نجيش. المرة الثالثة قال نعم. قال فأصبح يتدافعان لهذه الدعوة. احنا نتكلم الآن من جانب التنفيذ فقط أن الإنسان يحاول
انه يلعب ادوار في هذه الحياه باش ينقص عليه الضغوط، لانه في بعض الاحيان التراكمات هذه والانسان في بعض الاحيان يغلط شويه يغلط شويه. زعما نقول له مثلا تقول لواحد خرج شويه المراه وين تروح؟ وين تروح اسمح لي وين تروح معاه؟ ويرجع شكون خلاص رانا عايشين شكون وين تمشي كاين السبان كاين كلام الفاحش ما كانش ما كان زعما يغلق كاع على روحه وحنا نضناها هكذايا. لا تكلمنا على مسألة الاحتساب الدنانير ثلاثة دينار تنفقه على مسكين ودينار تنفقه على يتيم ودينار تنفقه على أهلك وأفضل الدنانير دينار تنفقه على أهلك. تصور بلي شراءك الآن دوك تروح تشري انت عنب لأولادك عندك أجر احتسابا قال هذا من إحساني للنفس للأهل بيتي عندك أجر الشراء تاعك وهذه التكاليف وهذه المصاريف وهذا الإحسان كان لأهلك فلك في ذلك أجر. قعدنا أيضا عدم تضخيم المشكل وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع بنته وتعامله مع أحفاده نظرا لضيق الوقت. نقول فقط بما قدمنا بالمقدمة ونقول يا إخوان قصدتك بالشباب ودخلوا كانت التحقوا بنا شوية ليكن محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا في حياتنا، يكون قدوة. لأنه كان كما قلت في المقدمة يجيك واحد يقول احكي لي عن النبي صلى الله عليه وسلم، واش تحكي له؟ دوك نحكي من الرجال، قول احكي لي تشوف على كريستيانو، والله غير يقول لي لبس 31 فور، وكي كان صغير كان الاخر وباباه ويماه والدار متفق باباه مع يماه ويلبس وهو تريكو وراح موشي ويحكي لك ادق التفاصيل الان. أدق التفاصيل يقدر يحكيهم. أنت الآن أين هو النبي صلى الله عليه وسلم من حياتك؟ ما نرجعوش النبي صلى الله عليه وسلم شغل عبارة عن شغل وقت ووقت أو زعما الصلاة والعبادة سواك وقميص ونقص ودير الحياة شغل على عمر الناس متصورين. لا لا أنا حكينا عن الرومانسية، حكينا عن الحب، حكينا عن طريقة التعامل مع الأزواج، طريقة التعامل مع أحفادك، مع نسيبك، كيفاش تتعامل. والنبي صلى الله عليه وسلم فتح حياته كله لنا. لما النبي صلى الله عليه وسلم أدق الأمور في حياته يحكيها. كانت عندي محاضرة لأصحاب المخدرات درناها في لابوانت، يعني في الساعة والأسبوع الجاي نديروها في القصبة، نهار السبت إن شاء الله. نختموا بهذه الكلمة، قلت لهم نسقسيكم سؤال، علاش الناس تبكي في المخدرات زعما الشباب علاش؟ الغالب واش يقول لك؟ ظروف، ظروف دفعتنا. قلت لهم أين نحكي لكم تشوفوا على واحد السيد؟ ما حبيتش نقول لهم. أين نحكي لكم على واحد؟ قلت لهم كي كان في كرش يماه مات باباه وكي زاد ست سنين مات يماه ومن بعد هذيك كفلوا عمو زاد مات جدو مات جدو زاد عمو زاد مات عمو تزوج زاد ماتت المرا ديالو زادوا عنده ست دراري هذوك السته زادوا ماتوا له كاع قعدتلو غير طفله ومن بعد حاوزوه ماشي دارهم حاوزاتو البلاد تحاماو له كاع وحاوزوه ومن بعد راح لواحد القريه زادوا جاو مراه دراري تيراو عليه وكان هذا الرجل يبيت الليالي يعني الهلال والهلال ولي اسمعوا يا ولادي النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوز عليه شهر شهرين ثلاثه ياكل غير التمر والماء. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم مره ذات ليله وما اخرجه الا الجوع فالتقى بابي بكر الصديق فقال له ما الذي اخرجك وش كدير دوك في الليل؟ قالوا اخرجني الجوع. والتقى بمن؟ بعمر بن الخطاب فقال ما الذي اخرجك؟ قال اخرجني الجوع. خرجهم من الجوع. جعلنا حنايا سقسيك جعت انت تقدر تقول يا شيخ الله روحك مره كيما واش باذنجان ما نحبوش هذه تحكي لها باذنجان ما تحبش باذنجان ما كليتوش ما لقيت جيعان وين راهو الجوع؟ من الذي ابو هريره كان يسقط مغشيا عليه من شده الجوع؟ شتو الظروف؟ هذو هما الظروف. السؤال المطروح علاش النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب ربي واحب الناس اليه وهو الحاكم كيفاش يلحق به الوقت وما يلقاش باش ياكل؟ كيفاش يلحق به الوقت ينام على حصيرين وقد اثر في جلده؟ ياثر جلده حصيره تنقض فوقها ما تقدرش حنا لازم اوروبيديك بريزيدون تكون مكسر مليح وما يجيكش النعاس وتنوض بعد على 10 قال ما قدرتش بيان سير ما تنقضش. فالإشكال وين راهو؟ ليكون لنا قدوة باش يكون لنا قدوة، قدوة لكل يتيم، أي واحد يتيم، قلنا أنا يتيم لا غالب،
هاول النبي صلى الله عليه وسلم في قمة اليتم، أنا ما قلتش هاول النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الفقر، هاولي كما تلي، هاول النبي صلى الله عليه وسلم كاع ولادو، هاولي وكان باش نكونوا باش حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في حياتنا. ولذلك يجب أن نرجع إلى السيرة النبوية، نعرف دقائق الأمور وتفاصيل الأمور حتى نعيش مع حياة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا للاقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، تبارك الله فيكم ومعذرتنا. جزا الله خيرا شيخنا الفاضل أستاذنا الكريم الحبيب الشيخ محمد فليسي حفظه الله ورعاه على هذه الوقفات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ومع زوجاته ومع من يحيطون به صلى الله عليه وسلم. فجزا الله خيرا شيخنا الفاضل، ونعتذر لشيخنا على ضيق الشيخ ما يحبش، لا 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 في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا أحفظ هذه لا 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 الوقفات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام قدوتنا وسرنا عليه الصلاة والسلام. فجزاكم الله خير شيخنا، سررنا وسعدنا بحضوركم معنا في هذه الجلسة المباركة. الشكر موصول لجميع من حضر معنا في هذا اللقاء المبارك، أسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والصلاة والسلام على رسول الله.